بنرحب بالفنان زهير رمضان ضمن برنامج قوس قزح. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. ببدايه هذا اللقاء انا ما بدي اسالك عن التمثيل ولا عن الفن. جميل، نعم. بدي اسالك عن الالوان، شو رايك بالالوان؟ الالوان شغله حلوه كثير. الالوان ما بعرف، يعني المفهوم السائد ان الالوان الحلوه وجميله وكذا والى اخره وتزين الطبيعه، كل هذا الشيء مزبوط. بالنسبه للالوان هناك الحقيقه يعني ما في لون محدد بالضبط، مثل ما قلت لك قد تكون هذا بحد ذاته شيء بيتبع الحالة النفسية لكل إنسان. ممكن قد تكون في فترة من الفترات حالتي النفسية هيك شوي مكركبة وإلى آخره، مثل هلأ مثلا، فبلبس اللون البني. هو اللون البني يدل بشكل أو بآخر على الغموض. طيب شو رأيك لو أنه لما بتكون حالتك النفسية مكركبة تلبس لون تاني بلكي بتتغير حالتك النفسية؟ هو لابد الواحد من أنه كمان يتبع هاي المسألة حقيقة. أما بالنسبة لي أميل أكثر للون هو اللون السماوي الأزرق الفاتح. يعني هذا بشكل أو بآخر مريح للنظر، بدلك على الصفاء، بدلك على الراحة النفسية، بدلك على الهدوء، بدلك على الطمأنينة. ومن الألوان الباردة بحد ذاتها أنا بحب الألوان الباردة أكثر من الألوان الحمراء أو النارية. وبالنسبة للألوان اللي بتحب تتواجد بمنزلك بشكل عام؟ بشكل عام مثل ما قلت لك، يعني طالما أنا أهوى اللون الأزرق السماوي أو الفاتح فهذا يدل على أنه ميولي دائما هي الألوان الباردة. الباردة بتشعرك بالطمأنينة، بتشعرك بالراحة النفسية. ومثل ما عم نحكي، طالما عم نحكي عن البيت، فالبيت هو المملكة للإنسان اللي بيقعد فيها مشان يكب كل عناء النهار ورا ظهره. فالواحد بيجي على بيته ليرتاح، ما بيجي على بيته مشان يعكر حاله. فتصوري أنا بيتي مثلا تماما، تصوري بيتي أنا كله ألوان حمراء مثلا، هذا اللون اللي كتير هيك بحسه قاسي كتير، ممكن الواحد يوتره باستمرار، عنده هاي النفسية المنزعجة المضطربة إلى آخره. لا، الواحد يسعى دائما إلى ألوان مريحة وهادية مشان يرتاح من خلالها. طب بدي أسألك بعد الألوان، بدي أسألك عن الحب. شو تعريفك بالحب؟ للحب وشو رأيك فيه؟ الحب بحد ذاته يعني ما له شيء، ليست كلمة مجردة على الإطلاق. وبتصوري الناس كتير اختلفت على تعريف الحب. أنا الحب بشوفه بعدة جوانب. يعني أساس الحب شو هو؟ أساس الحب هو أنا بعتبره هو قضية غيرية. كيف؟ يعني عندما تفقد النفس أنانيتها وتتعامل بغيرية مع الآخرين فهي نقطة من نقاط الحب. عندما الإنسان يتنازل عن حقه في سبيل إسعاد الآخرين بحد ذاته هذا حب. الحب بحد ذاته هو عبارة عن مؤسسة مشتركة طرفين فيها متكافلين متضامنين دون وقوع أي مظالم على الطرفين من الطرف الآخر. قد يكون هذا الحب. يقال أنه مراية الحب عمياء، أنت شو رأيك بهالحكي؟ مراية الحب عمياء. يعني أنت مثلا ما عم تأكدي مقولة أنه والله حب حبيبك لو كان عبد أسود. يعني أنا وجهة نظر القضية قد تكون مختلفة بعض الشيء. يعني أنا بشوفها منع عمياء. ممكن هذا الحكي ينطبق على زهير رمضان قبل 15 سنة مثلا، قبل 20 سنة. أما حاليا أو بالأحرى من قبل ما أرتبط، أنا بحكي عن حالي، عن تجربتي، يعني تجربتي في هذا المجال. الحب أعتبره مرايته مانع عمي على الإطلاق. أنا بقناتي الحب هو حالة إنسانية يمر بها الإنسان في مرحلة ما، في سن ما، في زمن ما، في ظرف ما. وهذا الحب يعني بيترك داخله مدليل. أنا بقول الحب أساسا، الحب المنطقي والموضوعي، هو تلاقي العقل والقلب معا. وعندما يلتقي العقل والقلب أكيد هذا الحب سوف يسير في إطاره الصحيح والسليم والمنطقي والموضوعي والمفعم بنفعات الحب، بنفحات الحب والعاطفة. من هذا الأساس أنا ما بقول أنه مراية الحب عمياء، وهذا كلام لا تأخذيني كلام سلفي سمعناه من زمان كتير، وما كتير أنا بوافقك على هذا الكلام. يعني عادة بيقولوا مثلا أنه مو كل الناس بتشوف بعين المحب. يعني هاي القضية ممكن بالبداية الإنسان مثل ما قلت لك عم يمر بظرف معين في مرحلة معينة. أنا ممكن واحد فترة مراهقة شاف واحد يعجب فيها، مجرد ممكن النظرة الأولى شافها فهو هام فيها وعشقها. حالة العشق بحد ذاتها هي حالة غير متوازنة قد يمر بها الإنسان ولا بد من مرور الإنسان فيها. ولكن بقناعتي حالة العشق بحد ذاتها هي حالة مرضية. العشق هي نوع من أنواع الهوس. العشق وقت الواحد بيحب واحدة بينسى كل شيء ما بيشوف فيها غير الحلو. وهذا العاشق وهذه العاشقة فخليهم يقترنوا ببعض بشكل يومي وحياتي يعيشوا مع بعض لفترة
قد تكون القضية مختلفة 180 درجة، يعني يتحول هذا العشق الكبير إلى الكره الكبير. مشان هيك أنا بوجهة نظري الحب بحد ذاته له أسس وله قواعد. صداقة زائد شو يساوي حب؟ صداقة زائد إخلاص يساوي حب. حياة ناقص حب شو بتساوي؟ بتساوي روبوت، بتساوي مستنى. تماما بالضبط، يعني بتساوي تماما يعني أجسام آلية تتحرك، وقد تكون أجسام هلامية تتحرك لا معنى لها يعني. طيب شو مدى تفاعلك مع أغنيات الحب؟ يا ترى ممكن الفنان زهير رمضان يخطر على باله يدندن أغنية، ولا ما بيحس إنه عنده صلة بالغناء مثلا؟ والله لك لأقول لك زهير رمضان هو عبارة عن مواطن عادي، وقد يكون الدرجة العاشرة تحت الصفر يعني، فأمر طبيعي بيدندن أواد بيحب يدندن لأم كلثوم يعني باسمه الكبير الفنانة العظيمة، أواد بيحب يدندن يعني من أغاني الترسل بسمعها بالشارع هدول جماعة العربيات وهو إلى آخره، وأواد بيحب يسمع سيمفوني مثلا، ممكن يحب يسمع بيتهوفن، ممكن يحب يسمع تشايكوفسكي. غيري يغيره الفعال الجافي، ويحول عن شيم الكريم الوافي، لا أرتضي عزا إذا هو لم يدم عند الجفاء وقلة الإنصاف. إن الغني هو الغني بنفسه، لو أنه عالي المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي. هذا هي فلسفة زهير رمضان كمان بحد ذاته، أنا متبني هاي الأفكار وفعلا حريص على هاي الأفكار على تنفيذها. المقطع الثاني بسموه الكلمة المحكية أو الشعر المحكي باللغة الدارجة يعني، فبيحضرني هيك ما بيقولوا هنهوني أو مقطع صغير بيقول: أنت وأنا والحب مدري وين صرنا، وبخاطرك يمكن بكرة بالحلم نلتقي، ريت الدنيا ساعة ونحن العقربين، تكل ساعة بقلب ساعة نلتقي. يا سلام، هاي حلوة. هذا اللي طلع معي ترى، منك ما في مجال. طيب هلأ هاي معلش يعني عوضت منيح عن الغناء. شكراً لك، الحمد لله. كلمة أخيرة أنت بتحب تقولها بنهاية هاللقاء؟ بشكر أسرة البرنامج اللي فكروا بهاي الفكرة اللي كتير جميلة وكتير بسيطة بنفس الوقت. شغلة حلوة كتير أنه مشاهدنا العربي يلتقي مع فنانينه، وضروري كتير يشوف هدول الفنانين، والفنانين بحد ذاته هن كما الألوان اللي عم نحكي عنها بقوس قزح، فهذا القوس قزح له عدة معالم لونية، وبالمقابل هدول الفنانين إخواتنا وزملائنا ونجومنا وأساتذتنا وحبايبنا.